النص نهار. بعد شوية أصحاب التاكسي الجماعي يقعدوا معنا في الاستماع، نحكيوا على إشكالية إسناد الرخص، وفما برشا كلام وبرشا ما يتقال في الموضوع هذا. دونك خليكم برونشي على 88.4 من سوسة. سينو بعد زادا نمشيو لمنطقة الثريات، أحداث منطقة سقوية يثير جدل وإشكال عند المواطنين. نحكيوا مع مواطنة من الجهة وتقول لنا علاش اليوم المواطنين في الثريات متغشين من حكاية المنطقة السقوية. سينو قبل هذا نمشيو البنبلة من ولاية المنستير، نحكيه مع مواطن من بنبلة سيوانيس، مش حكي لنا على تجربة صارت له وقت يتضرب بالكرتوش ويفقد البصر متاعه، باش يحكي على بعض الشبهات في الموضوع هذا. هذاك علاش يكون معنا زادا سي مراد بن صالح كاتب عام جهوي لنقابة قوات الأمن الداخلي بالمنستير. خلينا نسمع تفاصيل الكل في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. سيوانيس نهارك مبروك. صباح خير، مرحبا بيك على موجة نجمة أفا. بيك عايشك سي مراد، صباح النور. مرحبا بيك وكل مستمعين نجمة أفا. شكرا على قبول الدعوة، نعرف عندك التزامات سي مراد، هذاك علاش مش نعطلوك برشا. دونك نبداو معك سي ونيس، شنو اللي صار لك بالضبط؟ احكي لنا تفاصيل الحادثة اللي صارت لك. في جوي دي مدام تضربت المرة الأولى ضربوني بالكرتوش، ضم أولاد أنا ابن بلية أولاد بلادي يقولوا لمدرسة لي من غير ما نسميه أسماء سوى ناس لو تسمح فقط. علاش أنتم متعاركين؟ فما خلافات ما بيناتكم؟ مانيشني عارف عمروهم علي عباد، مانيشني عارف شنو الحكاية. دونك انت ما عندكش مشكلة مع ناس اللي ضربوك؟ ما عنديش مشكلة مع ماني قاعد في حانوت نتاع واحد صاحبي يبيع في القطاع الغيار نتاع الموبيلاتات. جا واحد واحد بالغاز واحد الفصالي، وجا واحد فيدو مقرونة نوضوا عليها، هربت نوضوا عليها في كتفي. هذيك مشات على روحها عندها 8 شهور، يعاود يرقدوا لي 8 شهور اخرين، ويجيوني على كرهبة أربعة من الناس، واحد يسوق وأربعة بالسلاح، وأنا قاعد بحضر نسابي في المنارة، فهمت؟ يعملوا كيما كي نوضوا علي، ضربوني في رجلي وضربوني في متو اللي في بدني كليكا، هما خمسة من الناس، وفهمت؟ وزادوا عوروني في عيني. مشيت للمنطقة نتاع جمال، هزت البينة نتاعي، البينة اللي نهزو توا كيما يقول فيها يشهد معايا، بات اللي يجيبوا له مانيش نعرف بوه، رجعت فولي عملت رجع في الأقوى، فهمني؟ أنا حتى البينة توا نجيبو معايا، بات اللي يدوروا بالفلوس، عندهم برشا فلوس ويوكلوا برشا، فهمتوا لي؟ ما نجمتهمش أنا وخيتي، فهمتوا لي؟ راني زوالي صحيح، أنا ما عنديش فلوس، أنا شو يوكلوا برشا فلوس؟ أنت هوني عندك تتهم معناتها تغيير الأقوال هذا يصير بالفلوس؟ هذا حسب كلامك أنت. ايه حسب كلامي يعني فما شبه فساد في منطقة جمال، وفما شبه فساد في محكمة المستير، معناها ناس عندها واصل عندها فلوس وعندها معرف. رقدوا لي قضيتي الأولى، القضية الأولانية بكل رقدوها لي، ما خيت في حد شيء لتو، ما خيت في حد شيء. القضية الثانية البينة اللي نجيبها، فهمتوا اللي يعملوا له ترجع في الأقوال، يعطوه طرف فلوس يكون معايا، يقول لي يا أخويا أنا ما دخلنيش، فهمتني؟ أنا ابن عمي حرت، ما قلتش ما نعمل، نحب على قضيتي وخيتي، نحب قضيتي تمشي لتونس. خلنا نسمع انت ساعة فما اتهامات في منطقة الامن في جمال، خلنا نسمع من عند سي مراد. اذا يا مواطن عنده شكاية، انت ظهر لي ملم بالموضوع خاطر اعطيتك تفاصيل الحادثة، كيفاش نجم نجيو بالمواطن هذا؟ اولا مرحبا به وان شاء الله لاباس، بربي نتجنبوا الاشاعات والاتهامات ان شاء الله باللطف عليه وان شاء الله لاباس. نرجع لحكايه الموضوع، وتقريبا يعني حكايه الموضوع تاكد معناها الحرفيه والمهنيه اللي تعملوا بها وحدات منطقه الامن الوطني بجمال. هذه حادثه بتاع طلق نار بعد انه مجموعه من الاشخاص اللي بتحوز على بنادق صيد بدون رخصه، على موضوع كبير، ومنطقه الامن الوطني واقليم الامن الوطني وحتى الحرس الوطني نخدموا على هذا الملف اللي الحقيقه هو ملف شاك. نرجع المطور القضية هذه، هي ثم طلق نار وقع بين الأطراف هذه، الدليل على كما كنت نحكي على المهنية والحرفية، وبعيد كنا البعد على الاتهامات المجنية، أنه أربع أطراف، طرفين تم إلقاء القبض عليهم، وممكن يأكد لك في وناس تم إلقاء القبض عليهم وتم إحالتهم على المحكمة الابتدائية بحالة إيقاف اللي تورطوا في العملية هذه. نفرين آخرين اللي هما مشاركين في العملية هذه هما تحصلوا بالفرار وجاري البحث عليهم. أكثر من ذلك فإنه برقي تفتيش صادرة في شأنهما، وإن شاء الله الأيام القليلة القادمة سيتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة. أكثر من ذلك أن أكد لك وأنه منطقة الأمن الوطني وفرقة الشرطة العدلية بجمال وكل الوحدات الأمنية قامت بأكثر من مداهمة لمنزل النفرين هذوما اللي متحصنين بالفرار خارج مرجع نظر المناسبة. سي مراد، ما أنت حاسب ما فهمت منك سي مراد أنه يا أستاذ
مازالوا مازالوا الاربعه استاذ ما تشدوش، راهم قاعدين قدام ديارهم يحوسوا في البلاد على الكراهب شيخين على ارواحهم. لا 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 سوى الناس انا تنزل ضربيتي واضح سوى الناس لحظة عايش خويا نصرح لك معلومة وتنجم تتأكد منها من غير محاميك. نفرين تم إيقافهما وإحالتهم بحالة معناها إيقاف على أنظار المحكمة الابتدائية، قد يكون قاضي التحقيق آذن بإطلاق سراحهم، هذا الموضوع يتجاوزنا. المؤكد أنه نفرين منهم تم إيقافهم وإحالتهم، ونحط تحت السر كلمة إيقاف على أنظار المحكمة الابتدائية. معناتها حسب ما فهمت منك سي مراد أنه هما أربع أشخاص المتورطين، زوز منهم تم إحالتهم بحالة إيقاف على المحكمة، بعدك المحكمة تنظر بالضبط. أنه يتم إطلاق سراحهم وإلا لا، واثنين بالضبط. مازالوا مدرجين بالتفتيش. وأكثر من ذلك كما كنت نحكي راهو تم معناها مداهمات أكثر من مرة على منزلهم اللي أنهم متحفين بالفرار ومتأكدين أنهم مازالوا ما تشدوش. فما اثنين أو قل لك موجودين يشوفوا فيهم الأهالي في المنطقة. أنا خمسة من الناس سيبوا واحد وقعدوا أربعة في حال فرار، الأربعة في حال فرار مازالوا هم يدوروا في البلاد، هم يشوفوا فيهم سي مراد في المنطقة. هو كلامه محسوب علي أنا هذه المعطيات اللي عندي. ومع ذلك ولو أنا ما جيش في الإعلام، إذا ما السيد هذا وجد الأشخاص هذول متواجدين وخاصة اللي هم بحالة فرار، ما عليه كان يتصل برقم النداء 197 والوحدة الأمنية بقيمة الأمن الوطني ومنطقة الأمن الوطني، ولا المعلومة دي توصل أكيد للناس المسؤولين وبس يتم التعامل معها بمعناها بكل ثبات. ولابد معناها من الوقوف على حقيقة المعطيات هذه أنهم متواجدين. طبيعي جدا اللي هم كما نعود ناكد أنهم صادرة في شأنهم برقية تفتيش سيتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم. وصاروا مداهمات في بنبلة للبحث عليه بالضبط أربع مرات، نعطيك رقم رسمي أربع مرات مداهمات ولم يتم معناها العثور عليهم في منزلهم وجاري البحث عنهم. إذا كان ثم معلومات بهذا الوقت ولا من المفروض ما تكونش وسائل إعلام، فإنه الوحدة الأمنية سيتم إعلامها بمثل المعطيات والتعامل مع هذا الملف بكل كما قلت بكل جدية. به سوى الناس أستاذ يرحم والديك، نحب ناخذ حقي، فهمت ولا لا؟ نحب ناخذ حقي، ما انا بيضيعوا لي برا. مرحبا بيك، مرحبا بيك اقليم الامن الوطني، من تقليم الامن الوطني على ذمتك، واحنا في خدمه المواطن، واي معلومه تنجم تفيدنا في البحث مرحبا بيك. سوى الناس كما كنت نحكي الشرطه العدليه بمنطقه جمالي تعهد بالبحث، ذمتك ومرحبا بيك في الوقت. سي مراد خلينا نسمعوا سوى الناس باش يقول لك حاجه. كيفاش حما كامل نسيب ورجاله كيفاش يقول وضومه كيفاش فلان وفلان 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 جا دخلوا لي للحومه البلديه الوسط بلادي ونوضوا عليا وروحوا، وعندي زاد البينه اموري واضحه والرجاله فهمتوا لي هاني تحوس البلاد وشيخين فهمتوا لي يبيعوا في الزطله يبيعوا في القسطه ويبيعوا في الوعد، احنا كنا نبيعوا كعب الشراب ولا نبيعوا قل الموضوع ودارنا يجيو كل شيء ممنوع. هو كي هذا سي والناس كل شيء ممنوع، ما نبيعوا حتى شيء مخالف للقانون، واضح سي والناس. سي مراد يعطيك الصح. حسبي الله ونعم الوكيل فلا ضيع لي حقي، حسبي الله ونعم الوكيل فلا ضيع لي حقي. سي والناس ما يذيعلكش حق، احنا اليوم باش نتناولوا بيه جديه الموضوع هذا، يا مشكورين معانا سي والناس مازال اي سي والناس تسمع فيا؟ نسمع فيك. احنا باش نتحاوروا ناخذوا بجديه الموضوع. هو يقول لك سي مراد بن صالح نجم تتصل على 197 في حال انه شفتوهم الناس هذوما المشتبه فيهم في بنبلا، سينو باش نقعدوا في المتابعه للموضوع نتاعك. اذا كان فيه تطورات مرحبا بيك، ديما 73 278 600. المهم مشينا خطوه في الموضوع هذا، سيس روحك ان شاء الله باللطف عليك وان شاء الله لاباس. شكرا لك سي ونس، ربي يخليك. تحيه ليك وللناس الكل اللي يسمعوا فينا من بنبلة. بيان سور ديما نحكيوا على شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، نحكيوا على شبهات كيف ما قال سي مراد قبيله، هالحكايه نتاع بنادق الصيد هذيا دون رخصه واللي نستعملوها في تصفيه الحسابات، مش كان في بنبلة في برشا مناطق في الجمهوريه، نحكيوا تحديدا في الساحل، فما برشا استعمال لبنادق الصيد. حتى كان مره خدينا في زوم 73 وقت نسيت الحقيقه المنطقه وين، ولكن يستعملوا البنادق هذيا في العروسات وهانوا في وسط العرس اللي يحب يصفي حساباته يقول لك رصاصة طايشة. أيمن تضحك، صار قدامك هذايا ولا لا؟ ما صارش قدامه أيمن، دونك موجود للحديث هذايا. فما برشا 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 بنادق دون رخصة في الساحل هنايا، ما نعرفش فما اللي يورثوهم على أبائهم وأجدادهم، فما زادة اللي يستحقوهم في الصيد، وفما اللي عندهم من غير ترخيص وما فماش علاش يكونوا عندهم سلاح، على خاطر ساعة القضاء لها غفلة، وقت اللي ساعات نجموا لا قدر الله امتلاكنا للسلاح يهزنا الهاوية، وشفنا برشا برشا ناس ربما اليوم في الحبوسات بسبب رصاصة طايشة. اليوم سوى الناس ياخذ حقه يحكي هو لما حلا على شبهات في الأقوال، حكاية الأقوال بون ينجموا حتى ضغط بالخوف راه يخليهم الناس يتراجعوا على أقوالهم، خاصة توا
فماش برشا برشا امن، مش نحكي في بمبلة تحديدا، ولكن فما حاجات برشا تخوف، دونك هذاك علاش ربما العباد ما يتفعلوش برشا في حكايه الشهاده. حتى كي نشوفوا ساعات شكون يعمل براكاج، الدايرين بالبنيه ولا بالراجل اللي قاعدين ينفذوا عليه في البراكاج ما يتفعلوش، كل حد يحسب روحه مولا دار مش هوني، رغم انه فما زاد ناس اخرين تتفاعل. بون هذا يقعد ديما حس شخصي، كل حد ودرجه القوه نتاعو. اذا كان عندكم مثل هالاشكاليات في المناطق نتاعكم تحبوا تحكيوا معنا في حاجات اخرين بعيدا على الاشكاليات هذوما، خليكم ديما في الاستماع وكلمونا 73 278 600 على ذمتكم. تاكسي جماعي، متبدلوش الموجة، قدوا معنا في الاستماع بعد نحكيوا على سنادة رخص.